الساعة دلوقتي 8 مشاهدينا، معادنا مع موجز لأهم الأنباء مع لميا. اتفضلي يا لميا. شكرا لك منى. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبو ظبي مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أعربا عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشقيقين، والتي تنعكس على التنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية، لا سيما في هذه المرحلة والتي تتزايد فيها التحديات دوليا وإقليميا. اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات التنموية. كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث توافق الزعيمان على مواصلة الجهد المشترك للدفع نحو تسوية الأزمات القائمة في المنطقة، بما يراعي مصالح الشعوب العربية ويعزز التضامن العربي ويحقق الاستقرار والرخاء في المنطقة. تنطلق اليوم أحداث الأسبوع رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. كان وزير الخارجية قد ترأس الاجتماع الوزاري التشاوري العربي على هامش أعمال الجمعية العامة، وذلك لتنسيق المواقف العربية تجاه القضايا المطروحة أمام أجهزة الأمم المتحدة المختلفة. شهد الاجتماع إحاطة قدمها وزير خارجية فلسطين حول مستجدات القضية الفلسطينية ومتابعة الموقف بشأن القضايا الخاصة بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الوزراء العرب ضرورة تنسيق المواقف العربية إزاء نمط التصويت على مختلف القرارات، وعلى رأسها قرارات فلسطين لضمان تقديم الدعم للحقوق الفلسطينية واستمرار الدفاع عن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. أعلن الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع حاولت الهجوم على القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بالعاصمة الخرطوم. وأوضح المتحدث باسم الجيش السوداني أن قوات الجيش أجبرت الدعم السريع على التراجع بعد أن كبدته خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات. وأضاف المتحدث أن قوات الدعم السريع تقوم بشكل متعمد بقطع المياه والكهرباء في أحياء بأم درمان، وذلك لإجبارهم على النزوح عن منازلهم تمهيدا لنهبها أو الاستيلاء عليها أو استخدامها للأغراض الحربية. أعلنت أوكرانيا أنها اخترقت خط الدفاع الروسي باستعادة قريتين بالقرب من مدينة بخمود بالجبهة الشرقية. وأوضح قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني ألكساندر سريسكي أن القريتين كانتا عنصرا مهما في خط الدفاع الروسي، مشيرا إلى أن 3 ألوية تابعة للجيش الروسي دمرت وفقدت قدرتها على القتال بالكامل في المعارك بالقرب من بخمود. في الوقت نفسه أقر قائد القوات البرية بأن الوضع العام في المنطقة الشرقية ما زال معقدا، وأن القتال العنيف مستمر بالقرب من بخمود. أصدرت الحكومة الإيطالية تدابير جديدة للحد من تدفق المهاجرين من خلال إقامة المزيد من مراكز الاحتجاز وزيادة فترة اعتقال المهاجرين غير النظاميين. وبحسب مصادر بالحكومة الإيطالية، فإن هذه التدابير ستعفي السلطات الإيطالية من التزامها قانونيا بإعادة الأجانب الخاضعين لقرار ترحيل إلى الحدود إذا لم تكتمل إجراءات الطرد خلال المهلة الزمنية المحددة حاليا ب 135 يوما. وخلال الأيام الماضية توافد على جزيرة لامبوديسا الإيطالية نحو 8500 مهاجر. فشلت المفاوضات بين نقابة عمال السيارات وثلاث شركات بمدينة ديترويت الأمريكية في استمرار أو مع استمرار إضراب العمال بسبب تدني الأجور لليوم الرابع. وأجرى ممثل النقابة مفاوضات مع الشركات مطلع هذا الأسبوع في محاولة لإنهاء أكبر اضطرابات عمالية في الولايات المتحدة منذ عقود دون التوصل إلى اتفاق. وفي هذه المرة الأولى التي تنظم فيها النقابة إضرابا ضد شركات صناعة السيارات الثلاثة في وقت واحد.
رياضيا، في الجولة الأولى من الدوري الممتاز يلتقي الأهلي اليوم مع المصري البورسعيدي، كما يحل الإسماعيلي ضيفا على زد اف سي. وفي الجولة الأولى أمس فاز طلائع الجيش على ضيفه البنك الأهلي بهدفين دون رد، وذلك على استاد جهاز الرياضة العسكرية. هدف أصحاب الأرض حمل توقيع كل من يسري وحيد وعبد الرحمن شيكا ليحصد طلائع الجيش أول 3 نقاط له في الدوري، بينما بقي البنك الأهلي بلا رصيد من النقاط. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.